مبروك يا مصريين، مبروك يا شعب مصر العظيم، مبروك يا جيش مصر البطل، مبروك لشرطتنا الوطنية وقضائنا العادل النزيه حصننا الحصين، مبروك للقائد الوطني، للبطل ابن مصر المقاتل الرئيس عبد الفتاح السيسي. رهننا على وعي شعبنا فأسقط مؤامرة الخونة، دحر كل دعاويهم الباطلة، دحرها بأحذيته، داس على كل الانتهازيين والمتآمرين والأفاقين وعديم المبادئ. شعبنا كتب النهاردة النهاية الأبدية لجماعة الخيانة والعار، شيحها بكل ما فيها من عملاء إلى مزبلة التاريخ. زي ما انتوا شفتوا صدعونا طيلة الأيام الماضية، قالوا الملايين هتنزل، الشوارع هتتملي، هيحتلوا الميادين، هيعملوا كل اللي هم عايزينه، هيسقطوا النظام، نهايتك يا سيسي ونهايتكوا يا مصر. شماتة غير عادية، كانوا بيحلموا انهم يرجعوا السلطة تاني، اتكوا على اوجاع المصريين ومعاناتهم من الأزمة الاقتصادية. لكن الشعب العنيد الأصيل المسلح بالإيمان مسح بكرامتهم الأرض، وخلى يوم 11/11 نكبة وعار عليهم، ودعم وتجديد الثقة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقا انقلب السحر على الساحر، تم تشييع جثمان الجماعة الإرهابية ودفنها للأبد. وظفوا الأقلام المأجورة والأبواق الفاسدة الكاذبة، جاءوا بالخونة وادوهم كل الإمكانيات من بره ومن جوه عشان يفسدوا فرحة مصر ونجاحها باستضافة مؤتمر عالمي هو مؤتمر المناخ. شوية عيال أبيضة عشان يسيئوا لأقدم دولة في التاريخ، ادعوا ادعاءات وأكاذيب على النظام وعلى الدولة وعلى السلطة وعلى الشعب وعلى كل من يتحدث أو كل من يتصدى لهم. لكن نحمد الله، نحمد الله أن الشعب المصري العظيم على وعيه وأصالته التي تميز بها طيلة حقب الزمن، كل هذه الادعاءات والألاعيب تحطمت. النهاردة يوم عيد وفرح لكل المدافعين عن الوطن، عن البلد، البلد اللي ما يعرفهاش الخونة والمتآمرين، البلد اللي تربينا فيها وعشنا على ترابها وشربنا من ماءها، البلد اللي احنا مهما اختلفنا مع أنظمة أو مع حكومات عمرنا ما نختلف على بلدنا ولا على جيشنا ولا على شرطتنا ولا على قضائنا ولا على قائدنا الوطني اللي احنا عارفينه واللي وقف مع بلدنا واللي انحاز لشعبنا واللي تحمل ما تنوء عن حمله الجبال دفاعا عن هذا الوطن وإيمانا بهذا الشعب. أنا عايز أقول لكم النهاردة الشارع المصري ضرب مثال رائع لكل العالم، قال للناس أنا واعي، أنا فاهم بلدي، مش هخرب بلدي عشان أنا تعبان أو زعلان من لقمة عيش.